En été 6, je m'appelle Haitem, tu t'appelles هدى. زي ما احنا شايفين مع بعض هنا في الوحدة بتاعتنا هيقابلنا ولد وبنت بيعملوا محادثة مع بعض وبيتعرفوا على بعض. فالولد بيقول لها جو مابيل هايتم، انا اسمي هايتم. تو تابل هدى، انت اسمك هدى. البنت هترد عليه وتقول له جو مابيل هدى، انا اسمي هدى. تو تابل هايتم، انت اسمك هايتم. يبقى لما نيجي نعرف حد بنفسنا وباسمنا هقول جو مابيل، ولما اقول لحد انت اسمك هقول تو تابل. تعالوا مع بعض نحل الاكسرسيس ده. كومبلات، جو سامي، تو سها، تابل يوسف، مابل ناديا. نشوف الاجابات. جو مابل سامي، انا اسمي سامي. تو تابل سها، انت اسمك سها. تو تابل يوسف، انت اسمك يوسف. جو مابل ناديا، انا اسمي ناديا. تعالوا مع بعض نشوف نوعية اخرى من الاسئلة. في كوم ليكزامبل، يعني اعمل كما في المثال. قدامي ولد وبنت بيعملوا محادثة مع بعض، فالولد بيقول جو مابل مصطفى، وراح مشاور على البنت وقال لها تو تابل نهى. المطلوب مني في السؤال ده ان البنت تعمل نفس المثال ده، وان في ولد وبنت تانيين اسمهم منى واحمد يعملوا نفس المثال. تعالوا نشوف مع بعض الاجابه. جو مابيل نهى، انا اسمي نهى. تو تابل مصطفى، انت اسمك مصطفى. طيب المثال على منى واحمد، منى هتتكلم عن نفسها وتقول جو مابيل منى، انا اسمي منى. تو تابل احمد، انت اسمك احمد. احمد هيروح قايل ومعرف نفسه جو مابيل احمد، تو تابل منى، انت اسمك منى. رابيل توا، يعني تذكر. جو مابيل، انا اسمي. تو تابل، انت اسمك.